ورقة الصفراء في مناسبتين، إذن فيكون إخفاء. ورغم إذن لعب بعشرة أهداف فالنجم الرياضي الساحلي لقى صعوبة باش يوصل الشباك رغم الفرص اللي ما كانتش منقوصة. إذن هذه بعض المحاولات من النجم الرياضي الساحلي. لاحظوا هنا تباطأ نتاع بكاو، لكن دخل الدفاع في الشوط الثاني. حب النجم الرياضي الساحلي بطبيعة الحال باش يفتتح النتيجة منذ بداية الدقائق الأولى من الشوط الثاني، وباش تجي ضربة الجزاء يتحصل عليها إذن بكاو على إثر تدخل من جون بنسون. هذا إذن هذه الإعادة، لاحظوا تدخل نتاع رقم 2 جون بنسون، وتكون إذن ضربة الجزاء دقيقة 14 من الشوط الثاني. الجزيري للأسف الشديد يضيع هذه الفرصة. هذه مخالفة من الشابي والحارس إدوارد على خطرتين يقتنص الكرة. بعد هذا باش يجي موعد الهدف. إذا قرنا قطفة رأسية نجم نقولوا لولا بيا يغلط بها الحارس إدوارد على إثر توزيعها من